معي عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد أبو العينين. أستاذ محمد، أهلا بك بداية إلى نشرة الأخبار. كيف تقرأ اقتحام السفارة الإيرانية في لندن احتجاجا على اعتقال مرجع ديني في مدينة قم الإيرانية من قبل السلطات الحاكمة؟ هو يعني خلينا نقول انه تعبير عن اعتراض وربما رفض لبعض الممارسات التي تتم من قبل السلطات الإيرانية تجاه واحد من اهم مراجع الشيعة في إيران وبعض البلدان الأخرى، وعملية اعتقال الشيخ الشيرازي انما تعبر في النهاية عن أزمة صريحة، باعتبار أنه وجه انتقادات مباشرة خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل اعتقاله، ومنتقدا ولاية الفقيه ومطالبا في النهاية، وهي أحد بالمناسبة المذاهب الشيعية التي أو الاتجاهات الشيعية يعني التي تطالب بأن تكون الحوزات العلمية أو المراجع العلمية للشيعة مستقلة. وأعتقد أنه أيضا تعبير ربما عن وجود عدد كبير من مؤيديه ومناصريه الذين يرفضون هذه الممارسة. لكن أستاذ محمد، على ماذا يدل كسر مثل هذه التابوهات التي ينظر لها على أنها تابوهات مقدسة ولا يمكن تجاوزها، اعتقال يعني هذا المرجع الديني، ومن ثم الخروج على السلطة الإيرانية من خلال الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن؟ يعني بكل تأكيد هو تعبير عن أو تداعي من تداعيات الأزمة الداخلية في إيران، وأيضا أزمة منهجية ولاية الفقيه، ودليل على وجود معارضة. لكن في تقديري أن يعني هذا الحراك أو هذا الفعل لم يكن له يعني هذا التأثير الكبير، ربما كان له التأثير أو مرجعية تأثيره تعود بطبيعة الحال إلى كونه في لندن والسفارة، ولكن يعني توجيه وزارة الخارجية البريطانية اعتذار رسمي، البعثات الدبلوماسية محمية بمقتضى وباعتبار اتفاقيات فيينا، وبالتالي فأعتقد أنه تأثيره لن يكون كبيرا. لكن يعني على الجانب الآخر أستاذ أبو العينين، يعني هل تعتقد أن مثل هذه الآراء الشعبوية التي عبر عنها بالهجوم على السفارة الإيرانية في لندن ألا تعبر عن يعني وجهة نظر جديرة بالتسليط الضوء عليها، وهي أن النظام الإيراني استغل عباءة الدين وتستر بها لخداع الشارع الإيراني وأتباعه من المذهب في الدول العربية أيضا، أليس كذلك؟ توظيف الدين بشكل عام في السياسة أعتقد أنه قضية يعني موجودة في عدد كبير من البلدان، وخاصة في بلدان الشرق الأوسط، ويتم توظيف الدين بهذه الطريقة واستغلاله. ربما يكون الشكل الإيراني به أكثر لأنه بيعبر عن يعني السلطوية وعن مزج ما بين السلطة الدينية والسلطة الروحية، ومحاولة بطبيعة الحال السيطرة على الشارع من خلال هذا التوجه وهذا الأمر. ولكن أعتقد أنه أحد المشاهد المنتشرة في العالم الثالث وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل قوي. طيب، هل سيكون لذلك أي تداعيات على استمرارية النظام وسلطته، والصوت الرافض لمثل هذا التوظيف الديني على الحياة السياسية في إيران؟ شوف، كلما ابتعد الغرب عن ما يحدث في إيران وتأثيراته، وكلما كان هناك يعني بعد عما يحدث في إيران، أعتقد أنه سيكون للناس قدرة على تغيير الأوضاع وقدرة على التأثير في المشهد وقدرة على تحقيق إرادة الناس. وكلما اقترب الغرب من هذا الملف وكلما أظهر مساحة من الدعم، ستجد أن هناك قدر من التكاتف حول السلطة، ليس حبا في السلطة ولكن كراهية في ممارسات الغرب التي بطبيعة الحال ينظر إليها على أنها تمثل الاستعمار الغربي وتمثل القوى الغربية الراغبة في القضاء. لكن هذا الموقف الرسمي، لكن الشعب سيشعر بأن المجتمع الدولي ما زال يخذله. هذه وجهة نظر القيادة ربما هناك والنظام السياسي، لكن الشعب الذي ما زال يشعر حتى الآن بعد هذه الشهور الطويلة من مظاهرات ومن حراك شعبي أيضا، يشعر أن المجتمع الدولي يخذله، وأن هناك نفاقا سياسيا بين الأنظمة سواء في إيران أو بعض من يدعمها أو يدير ظهره كما وصفته أنت لما يجري في إيران من باب المجاملات ربما السياسية والابتعاد عن المناكفات والتدخل في شؤون الغير، وهو ما تمارسه إيران عمليا على محيطها العربي.
خليني أقول لك أنه لا أثق كثيرا في الحديث عن أن الغرب يدعم الديمقراطية وأن الغرب يدعم الديمقراطية عندما تكون خادم لسياسات الغرب، وبالتالي يعني فهو في نفس الوقت الغرب هو الذي كان يدعم الشاه الإيراني في السابق. يعني في نهاية المطاف ما أعتقد أني ما أريد أن أقوله أن قدرة الشعب الإيراني على تغيير الأوضاع الداخلية هي الحاكم الرئيسي للموضوع. لا تنسى أن ما حدث في إيران كان جزء منه تعبير عن غضب اقتصادي أكثر منه سياسي، وبالتالي يجب أن لا يكثر الشعب الإيراني من التعويل على الدعم من الخارج أو التدخل من الخارج. لا أي تدخل من الخارج سيكون له عواقب وخيمة وسيكون له أثر في إطالة عمر النظام، وبالعكس سيكون له أثر سيء على القوى التي ترغب في التغيير والتي ترغب في التحديث والديمقراطية. شكرا لك من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد أبو العنيد.